على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام. أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى. من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى. فان الأئمة الإمام المجتبى، خير الورى جدا وأما وأبا. هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا. أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر. وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين. لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين. والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين. كم من مناجاة له في ليله، أبكت عيون الشاكرين الحامدين. أئمتي وسادتي 12، سفينة فيها النجاة نجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها والخامس من آل طه يذكر محمد، ذاك الإمام الباقر. إليه تارز العلوم كلها، فبثها لكل قلب يبصر. وسادس هو الإمام الصادق، في الفقه غصن يافع ومورق. شيد العلم الرفيع جعفر، العالم البر التقي الأوثق. أئمتي وسادتي 12، أئمتي.
القدوس الإمام الكاظم، الصابر المظلوم من لا يبرم، باب الحوائج التي تقضى به، تعزى إليه في الدنى المكارم، وثامن الأئمة الصيد الرضا، ذاك الذي في أرض طوس قد قضى، سلطان فخر لا يجار صيته، قد صد عن سيف الحياة معرضا. أئمتي وسادتي اثنى عشر سفينة في النجاة للبشر، كان طفلا، وأي طفل قد أعدم نطق الجبابرة، وتاسع محمد ذاك الجواد، ذو الفضل والعلم الذي فيه الرشاد، قد احتوى علم النبي صدره، وكان نورا يهتدي به العباد، وعاشر إمامنا الهادي النقي، ذاكم علي المرتضى والمتقي، فشعشعت أنواره في مغرب، وأرشدت علومه في مشرق. سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. بعدهم والمؤتمن في السر ذا عصيته، وفي العلن نعم الإمام في التقى الحادي عشر، أكرم به أبو محمد الحسن، وآخر الأئمة الطهر الكرام، العائد الموعود بالبيت الحرام، ذاك الذي عيسى يصلي خلفه، مهدي آل البيت من يجلي الظلام، يا آل بيت رسول الله. حبكم فرض من إلى سادة الاثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لهم.